الصلاة والسلام على رسول الله. كدايرين خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحة؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. طلبتوني بزاف على البيجامه واليوم كاين الجديد وكاين حتى الصود ولي برومو. البنات بقاو معايا في اللوكاليزاسيون عاوده من جديد عند محمد شخاد، هكا غادي يعطينا كاع الموديلات ولي برومو اللي راه داير. مرحبا بكم، تشجيعاتكم خواتاتي، لي كومونتير الزوينه ديالكم، لايكاتكم. الناس اللي اول مره يزوروا القناه نقول لهم اشتركوا معنا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. تبعوني خواتاتي باش هكا نوصلكم عند المحل ديال محمد شخاد. هنا رحنا في لابلاس دي مارو كما كتشوفوا معايا، سوق طنجه وسوق عطيه. رحنا غاديين في اتجاه زنقه الصابوني، اول زنقه قبل ما ندخلوا روت مراكش، هذا بالنسبه للناس ديال الاخوات اللي كيكونوا في بركان بنيدرار احفير، مهم اخوات اللي من الجهه الشرقيه وما كيعرفوش زنقه الصابوني. هنايا هنا في اتجاه روت مراكش حنا غادي ندخلوا لزنقه الصابوني على اليسار كما كتشوفوا معايا، هذا هو الدرب. غادي ندخلوا غادي نلقاو البنك الشعبي غادي نفوتوه، ونلقاو هذاك فندق الشعب غادي نفوتوه. مهم بقاو نتمشاو في زنقة الصابوني، تقريبا في الوسط غادي نلقاو واحد البلاكا كاتبين فيها بوتي بخي، هو المحل ديالنا، راه انفصل ديك الزنيقة اللي كتدي سوق عطية، ديك الزنقة اللي كيبيعو فيها الصابويات صبابط. مهم السوق راه ولا مخلط، هادي هي الزنيقة اللي كتدي لسوق عطية. بالنسبة للمحل ديالنا هو هذا خواتاتي، شخاد راه دايرها هنايا في الباب ديال المحل ديالو. كاين بزاف ديال الموديلات، غادي نبدا لكم ان شاء الله بهاد البيسات هادو، سيوات ديال الخريج داير لهم 100 درهم. كاين الموديلات بزاف البنات واللوينات فيهم. بالنسبه لهنايا زرق زنقة الصابوني كيكون شويه صعيب انك تصوري فيه، كيكون شويه ضيق وديما عامر. قبلوا عليا على التصويره البنات. هادو دايرين 100 درهم. المهم خواتاتي كاين بزاف لي كولور ولي موديل في هادو، جايين 3/4، كاينين لي بالقشيفلات، كاينين جايين غير في تفتيحة. جيو جيو البنات باش هكا تشوفو الموديلات لي كاينين 100 درهم. كاينين هادو داير لهم 80 درهم، ها هما. غادي نعطيو لكم داكشي بالديتاي لداخل، حنا غير نوريكم واش راه كاين في الباب باش من تجيو تجيو ديريكت للمحل. شوفوا 100 درهم 80 درهم هاد البيجامات، كاينين لي دومي مونش، كاينين هاد البيجامات عاود داير لهم 100 درهم. كاينين لباسات هادو ديال الرامضو ديالهم 100 درهم، اللوينات. كاين هاد الموديل بحال هاكا، و هاد اللباسات ديال الخريجة شي 100 درهم البنات. السلام عليكم خويا محمد. كي داير لاباس عليك؟ دار مع الصحه صحيحه كلشي بخير. خويا جينا وجبت الجديد تبارك الله ما شاء الله عليك، ديما جديده ديما الصود وديما الدقديق تبارك الله عليك. مرحبا خويا، نبداو ان شاء الله. مرحبا، قول لي مين نبداو. تلفت لي داكشي اللي كاين خويا، الموديلات بزاف تبارك الله ما شاء الله. نبداو بعدا قبل الباسات زوينين كسيواس، كاين بحال هادو تاع الخريج 100 درهم، فراشه زوينه سكنوا عاودي 100 درهم حتى هي، سوا ديال الخروج 100 درهم. هادو بالموش البنات بالنسبه للمحشبات، كاين اللي ما تبغيش لي موش كاين عاوتاني، واللي عاود ما تلبسش ها هو صندها 100 درهم. شي 100 درهم صندها. الموديلات راه كاين بزاف تاع الكسوه والباس، الا جينا نحلو راه داكشي كاع زوين. المهم تنتاوعوا على ما نسيناهمش تبارك الله، راه كيما الحاله كلشي راندا كرون طاي اللوينات صونديها 100 درهم. اللوينات ولي طاي كلشي الوان هادوك فين راهم؟ هادو هما اللوينات ديال هاد الموديل. كاين هذا
هذا حتى هو راه عند البنات، وهنايا راه منبت بحجيرات. هذا 100 درهم، كلشي 100 درهم كلشي 100 درهم. تبارك الله عليك لوينات. وهذا قشقه فيه شي واحد، هذا فيه غير هذا اللون البنات. ها هو شوف في غير هذا اللون. هادو الباسات و ديال الخريج، هادو تاع 200 درهم 100 درهم. تبارك الله عليك. هذا زوين هذا، واه اللوينات نتاعها مكان الزيتي كاين اللون كاين بلو ماري. كاين قفيط ناس البنات بيهم بالحزام ديالهم، كاش 200 درهم ولا 250. واه 100 درهم. شوف البنات كيفاش داير، ها مولاي طاي واللوينات كاملين قفيط ناس ولي طاي ولي كولور. ياك ما كانش الكولور باش نخيط كلشي. واه مخيط، واه ما يطيروش يعني كلشي الخيط. حتى طارت لها المرا الخيط ما يبقى لا بلاصه الكولور ولا لوينات. وكاين في الاحمر والبيج يمكن الغوز، الغوز كاين الصفر هكا، كاين الصفر واه كاين البيج مينيتير يعني فيه اللوينات. كاع اللوينات كاينين الكحل، واه حتى الكحل راه فيه كاع اللوينات كاينين. كاع خاطر فيه هذا بطرزة كاتر فيه 100 درهم. 100 درهم شوف البنات كيفاش داير، واعر الصراحة واعر الشفا في اليدين. ها هو 100 درهم سولدا. هاياك خويا محمد كلشي سولد، كلشي سولد بالنسبة لي كولور ديالها كلشي سولد. ها هو يعني موديلات جداد مخليتين وكلشي. ها هما شوف البنات اللوينات كيفاش حلنا خويا. هذا بالمونش اللي تبغي هكا قفيطين بالمونش. ها شوفوا داير بحال شكل راندا هنايا 100 درهم. واه في الكتيفات عندها هاد الطرزه. الباسات البنات هانتوما تشوف زوينين، يعني كل لون ينسيك في لون صراحه. واخو هذا ياك لا ايه موديل جديد، هذا موديل اخر. ها هو شوف فيه الخيط هذا في الكرش. واه اللوينات راه فيه شي 6 ديال اللوانات ولي طاي كامل. هذا كي داير زوين. واه حتى هذا فن. 100 درهم مخلط فيه الموف فيه الغوص. هذا اللوينات البنات الزرق هانتيا فيه توا غير واحد الكميه قليله فيه الموف. كسوة نتاع 400 درهم اللي كتباع برا على 400 درهم. اه الصوندي 100 درهم. الباس اخويا هذا 100 درهم. 100 درهم البنات ديالو. تصبن وتعاود المرا لا طاي وداكشي ياك كلشي تبرع. بارك الله عليك. هو فيه الكرونه وفيه الكحل وفيه هذا الباب هذا صافي. هادو ملونات اللي بقاو فيه وفيه كمية قليلة تا هو ما كانش. عندنا هذا تا هو واعر البنات اللي خرجوا. واه هو فيه ربعة اللوينات ولي طاي كاملة من غير حتى الدوبل اكس. تبارك الله عليك ستيل ونقا وموديلات ما دايرينش في السوق كمان مرع. هذا بالقفيفيلات البنات ها هو تاع الخريج ديالو بلاتو الحزيمه ديالو. واه الحزام في كميه قليله هذا 100 درهم. هذوما الوينات البنات وين قال الوينات راهم الوينات زوينات. واه هاد البنيدي راه عاوتاني كما كتشوفوا شوفوا لا كاليتي والطرزه السفيف هذا راه سقلي هنا بالكروشي 100 درهم. راه اللوينات فيه هذا فيه شي 10 ديال اللوينات. اه ما كاين الزيتي الزرق الكرونا كاين هاد الغوز. واه كاع اللوينات راهم بحال هو اللوينات كاع زوين. كاينين هادو تركيا دوريجي النافسات ولا اللي تبغي تلبسها. راهم وصوني على اللباسات ديال بيجامات النفايسات. واخويا غير ورينا هادو 100 درهم ياك خويا قطن قطن دوريجيل. واه واه
راه فيهم لي كولور البنات هادو. تكوني عندي اختي غمضي عينك وخلصي وروح. مية درهم خويا، ورينا السروال ديالها. تخرج به كاع. واه راهم كيخرجوا بهم اخويا. ها هو عنده البوندال تحت بلاستيك، شي حاجه زوينه. كاين اللي مطلوق، كاين اللي ما فيهمش. هادو فيهم لي كولور ياك. ضرب هنا راه كاين لوينات هكا. كاين لي طي هذا خويا. واه كاين الكروناس. لوينات زوينه. لوينات ليها معلقين كاملين. هادو هما لوينات هذا البيجامه اللي وريناها لكم. 100 درهم البنات. هادي راه نهضروا على هاد. ننتقل الى الموديل الاخر. داكشي علاش الشوفاج وكلشي كعارف. عرفتك. واعره ياك. هما زوين لهم على لا مارك باش يعرفوا. خلوه يشوفوا يسولوا. ما يرز واه. 100 درهم البنات. تبارك الله عليك. انا نقول هاد. فيها الغوز والبنات. لوينات البنات الكري الموف البلوسيان. الا كان عندهم لي موش لا. شوفوا لي السروال كيفاش دايره البنات. كنا هما عندهم. هذا هو الموديل اللي وريتونا عاد درك. واه هذا الزواقات كيختلف كيتبدل في الزواق. المهم كاع اللوينات راهم فيه اولي طاي. حتى هذا دومي مونش كيما راكو تشوفو زوين. هذا قطن حتى هو. البيطوال هاد تشوف عاد 100 درهم اختي. 100 درهم اللي عجبك هنا 100 درهم. السروال ديالو ها هو. شوف السروال كيفاش. هادو لويناتو فين؟ كاين الكرونة، كاين الغوص. كيعجبك محمد يجيب لك الموديل ويجيب لك اللوينات ويجيب لك لي طاي. تبارك الله عليك خويا. وكاين الموديلات في البيجامة اللي ب 80 درهم بحال هادي 80 درهم. 80 درهم. ورينا. 80 درهم. حتى هادو زوينين خويا فني. واه واعرين الصراحة. موديل زوين. واه جيت نوريها لهم. السلاوة الهانتية. مخيف تبارك الله زوين. وفي داك البابيون في السروال شي حاجه زينه خويا. لوينات هما هادو البنات. ها هو المعروف الكري والكري. هادو خيط. واه جايين كلاسيك. هادو حتى هما فيهم اللوينات. فيهم الاستر والاكسر. هادو زوينين الصراحه. كيجيو انيقين في اللبسه. جيو واعرين في اللبسه. هادو راك دايرلهم 8. تبارك الله عليك. لويناتهم هما هادو ياك. ماشي لوينات فيهم غير فرع. كاين هادي كتجي معاها الصندال. ايه تجي معاها السنيدلة. هادو بشحال؟ 80 درهم. يلا هالبنات 80 درهم. تلبسي من الفوق حتى لتحت حتى الصنيدله. واعرين واعرين. باش جاوبتها مسمومه تخرج قدامنا. ها انت 80 درهم. ها هي اختي. ها تبارك الله عليك. هذه فيها الكحل والكرونه. البلومارين وكميه قليله البنات نتاعنا اللي قراب. البلومارين والكحل فيها بالصنيدله ديالها. والبيجامه راه كاين لاكاليتي كيجيو هنا ان شاء الله. راه ما يخبشوا مع راسهم خويا. كاع الناس اللي جربوا السلعه ديالك كاينه لا كاليتي. عندي الفرع. يشكروك اخويا. تبارك الله عليك. هذه شحال؟ كلشي هذا 80 درهم. 80 درهم. السروال ديالها البنات. المهم موديلين نسك في الموديل. هادو ديال 80 درهم حتى هما زوينين تبارك الله. جبناها راه بالدير. كلشي زين. هادي جايه في ليديدات شويه قصيره البنات. راكو شايفين الموديل كيفاش داير جويب. تبارك الله عليك اخويا. فيها تبان لي تما البلوسيال ويبان لي البلوسيال. وفيها واحد الغوص. الغوص والموف. هادو هما لوينات البنات. تبارك الله عليك. شوف خواتاتي توصيتوني على بيجامه نفايسات. هادي راه 200 درهم هنايا 3 كياس صافا البنات. ها هي نتمنى تكونش تبان لكم مزيان. هادي هنايا 140 درهم. ديك 140 مانيش زالقه. دو بياس دو بياس. وهادي هنايا 200 درهم ياك.
200 درهم البنات بحال جايه بحال كاب وعندها عندها صحابتك صحاباتك اللي وصاوك عندها واه خويا وصاوني الله يستر هي 3 بياس هذه نفايسات البنات 3 بياس هذا راه خصنا نحلوها ياك هذه بالفين ورا البنات 3 بياس واه جايه بحال شبكه ولا يا كتبين شويه واه وهنايا هذا بالطونطيل المهم شي حاجه هميه وصافي كلاس كلاس ها هي شوفوا بالطونطيل تحت في الرجيلات وعندها حتى التريكو ديالها عاود تبارك الله عليك خويا محمد موديل زوين هذا شحال حاسبه 200 درهم هادو ما تخلعش قول لا لا غير زيدي وروح طلبوا السلاكه ونوري لهم هذاك الموديلات اللي في الباب شوف خواتاتي شوف شوف هذا الموديل كيفاش داير ها هو واعر هذا يجي 2016 جاك الصهد قلعي هذا هو فيه 3 بياس هذا بليديده ديالو هكا والسروال ها هو 200 درهم البنات كاين هذا هذا الموديل وكاين هذا في الغوز وكاين هذا في البيض 200 درهم بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي بيجاما نفايساس 2016 شي حاجه هنيه البنات تكوني لابساتو تكوني فرحانه براسك العرايسات تحتهم ما ننساهمش اخواتاتي وماشي غير العرايسات مهم قال الاخوات 350 درهم 200 درهم شوفوا البنات قال لكم هادو 350 درهم هو راه غادي يحسب لكم 200 درهم عرايساتنا يبانو هنا وحتى خواتاتي وصحاباتي اللي بغيو يتهلاو في راسهم ها هما شوفوا معايا لي موديل هادو 200 درهم البنات شفتوا البنات كاع الموديلات زوينين كاينين حتى هاد الموديلات بحال هكا الصراحه ما سولتوش على الثمن انا نسول لكم هذا هنايا 100 درهم راه فيه غير بياسه وحده قال لي ماشي 200 درهم مش ممشوش غلطي نعطيكم لانفورماسيون نيشان هذا 100 درهم هادو هنايا قال لك كني ديالهم 400 درهم البنات راه ديالهم برومو القناه الوجديه 200 درهم ها هما شفتوا مراش معاكم راه مع واحد الحده اخرى 200 درهم ماشي 100 ها هما البنات كاين بزاف الموديلات المهم غير واحد عند محمد شخاط خليت لكم لوكاليزاسيون في البدايه ديال الفيديو وغادي من نجيو غادي تلقاو اننا ما صورناش شي موديلات نتوما اكتشفوا المحل وغادي اي حاجه تلقاو يا تلقاو هو ولا تلقاو البنت اللي معاه السلام عليكم البنات كي دايرين بخير هانيا المهم رحنا جبنا سلعه المشتى ان شاء الله في هاد 15 يوم ولا غادي نطلقوها لحقاش الدوميسيزون ما كيمشيلناش هنايا كاين المشتى والفريع الفريع والثمانات وكلشي درجه كما العاده خويا محمد يمكن احسن من العاده كاع الله يسر الامور ان شاء الله شكرا لك على هاد الجوله اللي درناها هنا وبغيناش نصوروا لهم دابا ديال المشتى باش لا نصورو هادشي بعدا ومن بعد ان شاء الله نجيبو الجديد الجايه راه كاين بروموسيون اخرى ان شاء الله يسر الامور اخويا نقول له جات واحد صافي خواتاتي المهم راني ساليت معكم الجوله اليوم نتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم داكشي طوب رائع زوين ورخيص هادشي اللي كتبغيو تنتوما جبناه لكم اليوم لايكاتكم تشجيعاتكم نتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال فيديو جديد الى اللقاء